سعر الذهب دلوقتي عيار 21 عامل 1685، عيار 18 عامل 1444، عيار 24 عامل 1925. الذهب نزل شوية عن الأيام اللي فاتت، يعني ريح شوية حلوين، وقت مناسب جدا 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 انك تشتري دلوقتي. يعني سعر الجنيه الذهب دلوقتي عامل 13480. السبيكة تبدأ من جرام، الجرام عامل 1965، والأنصة اللي هي بتحسب عليها سعر الذهب عاملة 61100. يعني الفترة الأخيرة الذهب كان فيها شبه مستقر، فالدنيا كانت إلى حد ما هادية شوية، مفيش بقى صراع الناس بتجري عشان الذهب هيزيد، أو الناس بتبيع عشان الذهب سعره زايد، أو الذهب هينزل فالناس بتبيع أو بتشتري. الدنيا هادية شوية، يعني برضو الذهب مستقر بقاله أكتر من 20 يوم. مستقر بمعنى إن هو بينزل 20 جنيه بيطلع 20 جنيه، فبرضو ده ولا يعتبر برضو صعود أو هبوط، شبه استقرار. هو الذهب مش مفهوم يعني، لكن هو على المدى البعيد هو بيبقى فيه زيادة. يعني لو حضرتك ملاحظ هتلاقي الدولار كل يوم بيزيد حاجات بسيطة حاجات بسيطة. فلو احنا ممكن مثلا نشوف الدنيا مثلا بعد شهر او شهرين، لو هو فضل مستمر على زيادة البسيطة اللي هي كل يوم التاني، هنلاقي رقم فرق برضو مع زيادة الدولار. هو المفروض كعالميا مع سعر الورقية والدولار بيبقى فيه الموضوع عكسي، لكن عشان احنا هنا العملة بتاعتنا يعتبر بتقل قصاد الدولار، مش الدولار اللي بيزيد، هو الدولار يعتبر ثابت برضه، هو الجنيه بينزل قصاد الدولار، فده بيخلي قيمة السلعة نفسها بتزيد. بص، هي العرسان كده كده ما بتقفش، يعني هي الشبكات كده كده شغالة. هو كل واحد بقى وإمكانياته، واحد ياخد شبكة مثلا ب10,000، واحد ياخد شبكة ب50,000، واحد ياخد شبكة ب150,000، بس هي الشبكة موجودة. يعني فكرة إن الشبكة مش موجودة، لا، كل يوم في شبكات بنسب بقى كل واحد وامكانياته. ان شاء الله حتى ياخد دبلة ومحبس، هو اسمه اشترى شبكة، الناس تبقى مبسوطة وبتزغرط ويبقى الدنيا تمام. يعني ممكن نطلع شبكة لحد 5,000 جنيه. يعني هو الذهب زاد بس المصانع برضو مراعية زيادة الذهب، فبتهدي برضو الاوزان شوية. ممكن تلاقي محبس جرام ونص، ممكن تلاقي دبلة 2-3 جرام، هتلاقي نفسك في الاخر يعني 5-7، اقل من 10 نقدر نجيب شبكة. بتكون خاتم، بتكون دبلة ومحبس، لو او خاتم ودبلة. وفي ناس بتكتفي بالدبلة على فكرة. الموضوع بيكون برضو حسب الامكانيات، انت وامكانياتك انت. احنا بنسأل اصلا اللي بيخش اللي عايز يشتري شبكة، بنقول له انت معاك كام، رينجك كام. السؤال ده بيبقى استدلالي، يقول لك مثلا انا معايا 20,000، بنبدأ نشوف ال 20,000 تجيب ايه. ممكن نروح نطلع له انسيال، في انسيالات برضو تبدأ من جرام، ممكن نطلع خاتم، ونطلع دبلة، حد مثلا الرينجو مثلا 30-40، نبدأ نبص على الاسويرة والخاتم، يبقى اسويرة وخاتم ودبلة ومحبس. برضو كل ما الرينج بتاعنا او الرقم بيزيد، كل ما بنقدر احنا نتحرك في الحاجة اللي قدامنا. يعني احنا بنحاول نوفر كل الاوزان. بص، هو احنا دايما بنقول ما تبيعش غير لو انت محتاج تبيع، واي فلوس معاك على قد ما تقدر حولها ده. يعني انت راجل معاك مثلا بتقبض، هنفرض 5,000، بتقبض 10,000، هنقول ان انت بتحوش منهم 2,000، هتحوش منهم 3. لو كل 5-6 شهور قدرت بالفلوس اللي بتحوشها، احنا بنتكلم بقى الناس اللي هي البسيطة خالص، يعني باللي قدرت تحوش مثلا 5,000، قدرت تحوش 10,000، ممكن مثلا نجيب بيها. لو عايز تستثمر في بقى السبائك والجنيهات والانصص والاربع والكلام ده، من اول 2,000 جنيه مثلا. وفي مثلا واحدة ست مثلا، ممكن نجيب لها خاتم، تجيب اسويرة بالفلوس اللي معاك. كل ما نحوش رقم نجيب بيه ذهب.